يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي قريب لي مسحور، وعندما يقرأ القرآن يفقل عليه ولا يستطيع الاستمرار ولا يريد أن يرقيه أحد بحجة أن لا يحرم من الدخول مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وقد أصبح يا فضيلة الشيخ مقصرا في الطاعة، فما الحل الشرعي له؟ وهل يعني مقصر بالطاعة ويكون من 70؟ مقصر في الطاعة لا يكون مع 70، 70 كملوا الطاعة، فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات احتياطا، هؤلاء هم 70,000. تركوا الكي، تركوا الكي لأنه مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم كره الكي، وتركوا الطيرة لأنها شرك، وتركوا سؤال الناس الرقية لأن سؤال الناس ذلة، هم ترفعوا عن مسألة الناس، أما أن يجي واحد ويرقيه بدون سؤال فلا بأس، لكن هو ما يطلب الرقية، ما يطلب من أحد، أما يجي واحد ويرقيه ما في مانع.